على مائدة مسؤول مع محمد غازي. مستمعين الكرام حياكم الله من جديد في يوم جديد، أكيد من خلال برنامجكم دائما على طاولة مسؤول في شهر رمضان المبارك. طبعا كل عام وانتم بخير، وكما عودناكم ضيوفنا دائما غير ضيوفنا، لهم يعني لمسات خاصة، بصمات خاصة على صعيد الوطن، على الصعيد الشخصي، اللي لهم حق علينا انه احنا يعني من خلال برنامجنا نبرز هذه التفاصيل الجميلة التي يعني مفترض تظهر لكل شاب سعودي وكل شخص في المملكة العربية السعودية وشابة وكذلك شباب الوطن اللي يستفيدوا من مثل هذه الرحلات الجميلة، وطبعا الرسائل الجميلة اللي بثتها هذه الشخصيات لكي تكون أيضا في يوم من الأيام لمسات للمستقبل. طبعا تسطع سماء السعودية بالكثير من الشخصيات الكبيرة وعالية المقام، والتي تصعد رويدا رويدا حتى تصل إلى قمم جبال المعرفة. فنحن اليوم بصدد الحديث عن مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، وهو المهندس عبد الله بن يحيى المعلمي، خير ما أنجبت أرض الحجاز، فهو رجل الدولة، ابن الفريق يحيى المعلمي الذي لم يخلف عن أداء عمله في السلك العسكري، من خلال أنجب عبد الله المعلمي، ذلك الرجل صاحب اللغة العربية الفخمة وصاحب قصة الصبر والشهرة، مع الصبر تحمل المأساة التي وضع فيها عند إصابة زوجته بمرض السرطان، شافهم الله في آن واحد، فكان جبلا، استطاع أن يواجه ذلك في نفس الوقت، ولم يقصر في أداء عمله ومهامه في الدولة، بل تدرج من مكانة إلى مكانة أخرى أعلى من القدر والمكانة السابقة. طبعا رحب معي بالمهندس عبد الله المعلمي ضيفنا، واللي في الحقيقة رغم جدوله والضغوطات العملية اللي موجودة عليه، إلا أنه في الحقيقة رحب منذ الوهلة الأولى في تواصلي معه في أن يكون ضيف على برنامجه على طاولة مسؤول. مرحبتين مهندس عبد الله. شكرا لك. مرحبا أخ محمد، وأشكرك على هذه المقدمة الرفيقة والكلمات العذبة، وأتمنى لك ولجميع المستمعين شهر كريم ورمضان كريم وأوقات جميلة بإذن الله تعالى. مهندس عبد الله، أنت يعني المعروف عنك أنك شخصية قيادية، ولكن متعودين دائما أن الشخصيات القيادية كذا يعني تأخذك بتسلط وممكن تكون عنيفة، أنت بشوش ومحبوب يعني مع الناس كذا في طرق تعاملك. أنا أذكر لك سابقا في بيت أمانة محافظة جدة تحديدا، عندما كنت أمينا سابقا للأمانة، كانت يعني تعاملك مع الجميع سواسية، سواء الموظف الصغير أو الموظف الكبير، وهذا كانت رسالة مرت على أمانة محافظة جدة، من أجمل الرسائل اللي أرسلها أمين محافظة جدة السابق اللي هو الأستاذ عبد الله المعلمي. الحمد لله، هذه شهادة أعتز بها منك ومن الزملاء، وقدوتنا في ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، حيث نستذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والكلمة الطيبة والكلمة السيئة مخرجها واحد، ولكن تأثيرها على القائل وعلى المتلقي مختلف. نعم. ولذلك ادفع بالتي هي أحسن، هذا هو النهج النبوي، وهذا هو ما علمنا إياه ديننا الحنيف. نعم. مهندس عبد الله، خليني أسألك، مولدك كان في طبعا سبت العلاية في أعلى قمم جبال عسير. لا، هو في الواقع أنا ولدت في مدينة القنفذة. القنفذة مش صحيح. نعم. ولدت في مدينة القنفذة على ساحل البحر الأحمر، حيث كان والدي رحمه الله يعمل مديرا لشرطة القنفذة آنذاك. نعم. وعشت فيها سنتين قادرتها ولم أعد إليها إلا بعد أن توليت أمانة محافظة جدة، وأصبحت القنفذة واحدة من البلديات التابعة لأمانة محافظة جدة، فجئتها مشرفا على أعمال البلدية هناك، واتفقت مشاريعها وأحوالها، والتقيت بعدد كبير من أبناء المدينة
الذين أقن لهم وأرجو أن يكونوا كذلك يكنون لي ولوالدي كل الاحترام ويحتفظون له رحمه الله بذكريات جميلة. رحمة الله عليه. مهندس عبد الله، خليني أسألك في جانب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، قضيتها بين مكة والرياض. نعم. أي المدارس اللي يعني أكمل دراسته من خلال المهندس عبد الله فيها، والرحلة المتعبة في الحقيقة اللي لسه إحنا جايين فيها في حديث مطول معك؟ أنا تنقلت فعلا بين مكة المكرمة والرياض بحكم عمل والدي الذي كان ضابطا في الأمن العام، وبالتالي يتطلب عمله التنقل بين مناطق المملكة. نعم. ودرست السنوات الثلاثة الابتدائية الأولى في مدرسة العتيبية في مكة المكرمة، ما شاء الله، ثم السنة الرابعة والخامسة في المدرسة النموذجية في الرياض، والسنة السادسة في مدرسة عارين الابتدائية في الرياض. نعم. ثم عدت إلى مكة ودرست فيها السنة الأولى والثانية المتوسطة في مدرسة الزاهر المتوسطة شهيرة في مكة. مرة نعم، وعدت مرة أخرى إلى الرياض وانتظمت في مدرسة النموذجية المتوسطة، ثم في معهد العاصمة النموذجي. معهد العاصمة النموذجي قضيت فيه ثلاث سنوات الثانوية، وهي بطبيعة الحال أكثر المراحل في فترة الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، أكثر المراحل التي تتكون فيها شخصية الطالب ويتلقى فيها كثير من العلوم والتوجيه، وكان علي فضل كبير للشيخ المرحوم عثمان الصالح رحمه الله، رحمه الله، معهد العاصمة النموذجي، وهو قامة كبيرة ومصدر فخر واعتزاز لعدد كبير من الطلاب. نعم. وتخرج على أيديه العشرات بل المئات ربما وأكثر، وعدد كبير منهم تبوأوا مراكز مسؤولية في المملكة العربية السعودية في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وكثير منهم يدينون له بعد الله سبحانه وتعالى بالفضل فيما حققوه من نجاح وتقدم. نعم. مهندس عبد الله، خليني أسألك في الجانب اللي يعني كنت في شهر رمضان المبارك، أكيد عندما كنت في فترة الصغر يعني في لكم كذا ألعاب خاصة كذا معينة في الحارة، في يعني في الذكريات اللي كانت في الطفولة، كيف إيش كانت يعني أكثر الألعاب المقربة لشخصية عبد الله المعلمي، وإيش كنت في شهر رمضان المبارك بتسوي في الصغر؟ والله في شهر رمضان المبارك عندما كنا صغارا لم يكن هناك فرصة لممارسة الألعاب مثل ما هو حاصل في الوقت الحاضر. نعم صحيح. بطبيعة الحال النهار الشاب أو حتى الطفل مشغول بالصيام، إما بالصيام من خلف الزير أو بالصيام من أمام الزير حسب مرحلته العمرية. والأهل مشغولون بمهام رمضان وما يتطلبه من أعباء وما إلى ذلك. فبالتالي لم يكن هناك مجال لألعاب رمضانية. وأما في المساء فلم يكن الناس يسهرون مثل ما نسهر في ليالي رمضان في الوقت الحاضر. الأطفال اليوم يسهرون إلى الساعة الثانية والثالثة والرابعة صباحا. أنت كنت وقتها في القنفذة في هذه الفترة؟ لا، القنفذة قضيت فيها فقط السنتين الأولى من عمري. نعم. لكن في الرياض وفي مكة المكرمة لم يكن الأطفال يسهرون، وكان الناس يذهبون إلى يخلدون إلى النوم ربما في منتصف الليل الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة، ويستيقظون للسحور، وهو الوضع الطبيعي يعني في الأمور. اختلفت المقاييس الآن، ولذلك كانت الألعاب التي تسميها رمضانية هي ذاتها الألعاب العادية التي نلعبها في على مدار السنة، سواء ألعاب الأطفال يعني كل الألعاب التي يؤديها الأطفال حينما يجتمعون. نعم. لم يكن هناك خصوصية لألعاب رمضان إلا في فترة العيد. بطبيعة الحال العيد هناك ملاعب الأطفال وهناك الزيارات وما إلى ذلك. مهندس عبد الله، في أكيد يعني طبق مفضل عند عبد الله المعلمي كذا على المائدة في رمضان، إيش أكثر الأشياء المقربة لك؟ نبغى نشهيهم من الحين.
وهل ينافس الفول شيء من الأطباق رمضان؟ ما شاء الله تبارك الله. هذه عادة أهل مكة أكيد. طبق الفول الرمضاني لا ينافسه شيء على الإطلاق. هي تخلوه مبخر ولا إيش طريقته بالضبط مهندس عبد الله؟ في عادات عند أهل مكة كذا يعني معينة. نعم كيفما جاء ضاعت هذه العادات محمد الآن الآن صحيح. تلاقي الفول بأي تركيب نادر ما يكون على السفرة حتى الآن. صحيح صحيح. لكن بأي شكل كان الفول هو سيد السفرة في رمضان. نعم صحيح. طبعا أنت حصلت مهندس عبد الله على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريغونا. أوريغان عفوا في عام نعم. 1973. حكينا عن مقتطفات من هذه الرحلة اللي أنت قضيتها في أوريغان، وكذلك أيضا من الزملاء اللي كان رفيق الدرب لعبد الله المعلمي في تلك نعم. الفترة. طبعا أنا دخلت دراسة الهندسة عن طريق الحذف كما يقال، يعني أنه كان يفترض وكان مطلوبا مني من الأسرة ومن الوالد رحمه الله أن تكون دراستي علمية. نعم. فكان هناك خياران، هو الهندسة أو الطب. لم أكن أميل إلى الطب، ولذلك اخترت الهندسة. وفي داخل نطاق الهندسة كنت محتارا بين أي فرع من فروع الهندسة أختار، فحاولت أن أنظر إلى جميع هذه الفروع. وجدت أن الهندسة المدنية والمعمارية تتطلب ذائقة فنية معينة، وأنا أخشى أنه لم تكن لدي تلك الذائقة. الهندسة الميكانيكية تتطلب إجادة العمل باليد والتفكيك والتربيط وما إلى ذلك، وأنا أيضا لم أكن جيدا في هذا المجال إلى آخر ذلك. مررت على الفروع ثم وجدت أن الهندسة الكيميائية هي التي تتفق مع ميولي ورغباتي، وأعتقد أنني أفهم مسيرة تفاعل المواد مع بعضها البعض أكثر مما أفهم في بعض العناصر الأخرى. فدخلت إلى الهندسة الكيميائية. أتذكر أنني عندما فكرت في جامعة ولاية أوريغان كنت مترددا حول ما إذا كان من المناسب أن نبدأ أو أن أبدأ دراستي في جامعة كبيرة تعتبر من الجامعات المتميزة في مجال الهندسة الكيميائية، أو أن نبدأ في كلية صغيرة ثم ننتقل إلى الجامعة الكبيرة. فذهبت إلى عميد كلية الهندسة في جامعة ولاية أوريغان، وكان برفقتي زميلي وصديقي الأخ المهندس سعد المعجل. نعم. أظن نمسي عليه وأكيد نقول لك كل عام أنت بخير. نعم. من خلال برنامج. وذهبنا إلى عميد الكلية وسألناه هل تنصحنا بالذهاب إلى كلية صغيرة أم ندخل في الجامعة بشكل مباشر. فسألنا عدة أسئلة ثم انتهى إلى القول أنه يشجعنا على الدخول في الجامعة فورا، وفعلا دخلنا الجامعة وانتظمنا فيها وتخرجنا سويا أنا والأخ سعد المعجل ومجموعة من الأصدقاء والزملاء، منهم المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء سابقا. نعم. ومنهم الأستاذ عبد الرحمن مازي، ومنهم الأستاذ سليمان المنديل، والأخ عبد المحسن آل الشيخ، ومحمد بن علي آل الشيخ الذي كان وكيل الوزارة الشؤون البلدية والقروية. نعم. وعدد كبير من الزملاء أذكرهم كلهم بكل خير وأدعو لهم بالتوفيق والنجاح حيثما كانوا. الأخ المهندس حسين العقبي، الأخ الدكتور عبد العزيز العشبان. نعم. الأخ المهندس حسين بالطاهر وغيرهم كثيرون. نتقدم بالشكر الجزير لأنك أعطيتنا من وقتك الكثير في برنامج طاولة مسؤول وإذاعة ألف ألف إف إم تحديدا، وجمهور ألف ألف اللي تابعنا اليوم. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لي، وشكرا للجمهور الكريم الذي يستمع إلى هذا اللقاء. وأوجه لك شخصيا تحية حارة وخالصة، وإلى جميع المستمعين وكل عام. شكرا لك.
شكرا لك وكل عام أنت بخير مهندس عبد الله. نعم مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وأكيد ضيفنا اليوم مش مثل أي ضيف دائما، ولكن كما عودناكم بأن يكون ضيوفنا مميزين من برنامج على طاولة مسؤول. تابعوني، هذا أنا محمد غازي صدقة، ألقاكم بحفظ الله ورعايته في حلقات أخرى. إلى اللقاء.